أهلا بكم متابعي اليوم السابع في هذه التغطية الخاصة لأحداث ووقائع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعاصمة اللبنانية بيروت. نحن الآن في قصر بعبدة الذي يستعد لاستقبال الرئيس ماكرون عقب لقائه مع ممثلي هيئات المجتمع المدني والهيئات الأممية. أيضا التقى مع فريق الفرنسي المساهم في رفع الأنقاض وعمليات الإنقاذ التي أعقبت وقوع الانفجار في مرفأ بيروت. من المتوقع أن يجري الرئيس إيمانويل ماكرون محادثات مع الرئيس اللبناني ميشيل عون ويعقبها مأدبة غداء يقيمها الرئيس اللبناني على شرف وصول الرئيس الفرنسي. تتناول المحادثات العلاقات اللبنانية الفرنسية وأيضا تشكيل الحكومة الجديدة التي كان للطرف الفرنسي دورا كبير في سرعة تشكيلها والدفع بها. ومن المتوقع أيضا أن يلتقي عقب ذلك الرئيس ماكرون بعدد من ممثلي الكتل السياسية أو الكتل النيابية هنا في لبنان، وأيضا يتحدث عن الورقة الإصلاحية أو الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها أو مناقشتها في زيارته الماضية التي قام بها أيضا هذا الشهر. تابعونا وسننقل لكم وقائع وصول الرئيس ماكرون لقصر بعبدة.